السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه كريمه الزبده بالفوندو على طريقتي. كنت عطيتكم المره السابقه وصفه كاستيل او غاتو ريس ماكارون، وسمحوا لي ما عطيتكمش كريمه الزبده وطلبتوها لي. وكريمه الزبده انا لين نديرها ضفت لها واحد المكون جربته وعطاني نتيجه رائعه، اللي هي مكون النشاء، وخط تحت النشاء. اللي تبغي تضيف النشاء تضيفه، واللي تبغي تستغنى عليه تستغنى. ولكن كما تعرفوا كريمة الزبدة المكون الأساسي اللي فيها فيها كمية كبيرة تاع الزبدة، وتعطينا هذاك القوام اللزج وكأنه رانا ناكلو غير في الزبدة والمارغارين. أنا خممت وقلت لي مالا نضيف لها النشاء، مع أنه كاين وصفة تاع كريمة الزبدة فيها غير الزبدة والسكر الناعم، والسكر الناعم يحتوي على النشاء. إذا ما تندهشوش أخواتي، والله الذوق تاعها ما يبانش أبدا في الكريمة، ولكن كما قلت لكم تقدروا تستغنوا عليهم. وهنا قبل ما نبدا في الوصفه بغيت نعطيكم هذه النصيحه، كاين اخوات اللي ما يكملوش الفيديو حتى الاخير. شوفوا تقدروا تستحضروا بها في المجمد، هذه انا اللي مستحضره بها في المجمد، ولما تخرجوها من المجمد تعاود تخلطوها غير شويه بالخلاط تولي كما كانت في الاول. هذه هي، شوفوا هذه خرجتها من المجمد ودرت خلطتها شويه درتها في الكيس هنا في بوشادوي. شوفوا القوام تاعها كيفاش. وهذه اللي بعطر النوغا، انتوما ديروا اي عطر تفضلوه. وبالنسبه للمقادير نحتاجو قنطار تاع مارغارين، يعني نضحك معاكم كما تعرفوا كريم اوبيغ فيها كميه كبيره تاع الزبده، ولكن انا نفضل نخدم بالمارغارين باش تجيني طريه وما يجينيش داك الذوق بزاف تاع الزبده. انا استعملت هذه تاع العلب تجي طريه وتجي كريميه. من الاحسن تشوفوا المارغارين اللي تكون اللون تاعها ما يكونش اصفر بزاف. 500 غرام تاع مارغارين مع 400 غرام تاع الفوندون. الفوندون هذا اللي نديرو فوق الكلاصاج تاع الميرفاي، انا خليته قدام الفرن بالعاني باش يدوب لي شويه، ورايحه نزيد ندوبه فوق الحمام مائي باش ما يعذبنيش لما نخلطه مع المارغارين. شوفوا كيفاش يكون، هو يكون متماسك اكثر من هذا. هنا ندير 400 غرام، كاين اللي يدير 500 غرام، ولكن انا تجيني حلوه نلصقوا بها الصابلي ولا نزيدوا نزينوا بها لي طارت تجينا هذيك هي توازن في الحلاوه. نشوف 400 غرام، اذا خاصني نزيد شويه راني صانعه منزلي نزيد نكمل به. 400 غرام ندوب الفوندون فوق حمام مائي، ماشي حتى يسخن بزاف، غير شويه يدوب يولي دافي نقلعوه، ما نسخنوش بزاف باش ما يذوبناش المارغارين. هنا كما راكم تشوفوا مازال ما دابش الفوندون، طفيت عليه للنار وراني ندوب فيه غير على الماء اللي يكون يغلي، مانيش باغيه حتى يسخن بزاف باش ما يذوبليش المارغارين، يعني غير يكون دافي. كان نديروه قطع في الزبده غادي يعذبنا ما يبغيش يتخلط. دخلت الفوندون مع المارغارين جيدا حتى ما ولاش يبان، ودرك نخفف هاد الكريمه باربع ملاعق كبار تاع الحليب. شوفوا القوام تاعها كيفاش يكون متماسك، خاصه الجو بدا يبرد ما تجيش شابه بهذا القوام يكون متماسك. ودرك نضيف النشاء، الدور تاع النشاء صدقوني ما يبانش ابدا، ولكن انتم احرار تبغوا ديروه تبغوا ما ديروهش، ولكن هو ينقص من هذاك الذوق اللي يكون لازج تاع المارغارين او الزبده. دائما لما نخلطوا كريمه نقلعوا هذا اللي يكون في الجوانب. شوفوا هنا مازال ما تخلطش باش كامل الخليط يجي على قوام واحد، ماشي الوسطاني يتخلط ولي في الجوانب يقعدوا بلا تخلاط. ودرك نضيف عطر النوغا، وانتم ديروا اي عطر اللي تفضلوه، كراميل ولا حتى عطر الشوكولا او القهوه.
ولا تبغوا تديروا الفول السوداني اللي هو الكوكاو محمص جيدا ومرحي، تضيفوه للكريمة. انا دوك نقسمها ونضيف شوية من الكوكاو يعطيها ذوق رائع. دخلت المكونات مع بعض جيدا، شوفوا القوام ولا رائع ولا كريمي ولا نشوفوا انتم تتحكموا في اللون. دوك نقسم على اثنين، واحدة نضيف فيها الكوكاو المرحي المحمص وواحدة نخليها كما هي. نخلي الكريمة غير هنا في المطبخ ترتاح شوية، الجو راه بارد كما تعرفوا، درنا الفوندون دافي وزيد الاحتكاك تاع الفوي تاع الخلاط يعطيها واحد شوية تاع الحرارة. اذا نخلوها ترتاح ونشوفوا القوام تاعها والشكل النهائي. بعد ما ارتاحت الكريمة هذا هو القوام تاعها، شوفوا كيفاش يكون رائع كريمي. وان شاء الله تجربوا هذه الكريمه وتنال اعجابكم، والى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.